opening my new business. وكان بدي انا استلم كل شيء سوشيال ميديا ويب سايت واعرف اكثر حتى اذا اشتغلت مع ايجنسيز. فهيدا كان سؤالي ولقيت الجواب عند لانس ومع جوزيف، لانه حكينا ان جنرال عن القصص اللي لازم نعرفها وفات ان ديتيلز بكل شيء كمان لازم نعرفه. اللي كان حلو قبل ما نجي على الاوتيل نتعرف على الكل انه التعامل معنا كان كتير بروفيشنال، ثرو ايميلز، ثرو فونز، ثرو لوكيشن، ما بيخلوك تسال عن اي سؤال وكل شيء ديتيلد وكل شيء بونكتوال. بالتعامل معنا كانوا بروفيشنال، اوثنتيك، ethical، straight to the point، وأكيد it is highly recommended. أنا اسمي جان كارفيان و as an entrepreneur كتير استفدت من هذا الوركشوب. تعلمت كتير أشياء عن الإنترنت ماركتينج specifically to expand my personal brand، عن advertising، manage marketing campaigns. بدي أقول إنه it was a pleasure. و since it's a passion of mine in digital marketing تعلمت كتير، وبنصحكم أكيد كلكم أنكم تاخدوا هيدا الوركشوب لأنه ما حتفلوا مش عارفين كل شيء عن digital marketing و social media. Thank you. Okay, hi. I want to say the course كان كتير حلو، فيه كتير قصص كتير diversified about digital marketing especially about social media. It doesn't only tackle Facebook and Instagram, it's very broad. Hi, أنا هاني وأنا بشتغل marketing brand manager لبراند ستورة فروزن فود، وكوني جاي من marketing background كتير استفدت من هذا الworkshop اللي عملناه مع جوزيف. علمنا الطرق في استعملهم كرمال تطور أو البراند on social media وكبرهم أكثر. So, coming to the end of this workshop, I want to say إنه it was an absolute pleasure to have taken this workshop with أول شي جوزيف. وصلنا الماتيريال بطريقة كتير هينة كتير smooth. كل شي was easy to understand hopefully to apply what I learned in life. طريقة مستر جوزيف كانت كتير كتير حلوة، كتير كومينيكاتيف، كان كتير في مجال انه نسأل اسئلة وانه هو كان عم يجاوبنا بكل التفاصيل، حتى هي واز يعني كايند انف يعطينا تولز معينين نقدر نستعملهم تحت نطور السوشيال ميديا شانلز تبعنا بالشغل والبيرسونال لايف كمان. ما حزيت شي علي يا رب، ما حزيت شي علي انا قلت كل شي. ثانك يو جوزيف. ثانك يو للانس. Oh, shout out to Lens B Solutions. Thank you guys so much. You rock.